القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد أنت رحمن السماوات والأرض لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لك الحمد أنت الحق لك الحمد أنت الحق ووعدك حق والنار حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق لك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء لك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء لك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء لك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كثيرا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أنت الرب وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لك الحمد أنت الغفور الرحيم لك الحمد أنت الغفور الرحيم لك الحمد أنت التواب الرحيم لك الحمد أنت العزيز الحكيم لك الحمد كما ينبغي لوجهك ولجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد أن هديتنا للإسلام لك الحمد أن هديتنا للإسلام لك الحمد أن هديتنا للإسلام لك الحمد بعثت فينا خير الأنام لك الحمد أنزلت علينا القرآن لك الحمد جعلتنا خير أمة لك الحمد كثيرا اللهم لك الحمد على القرآن اللهم لك الحمد على القرآن اللهم لك الحمد على الصيام والقيام اللهم لك الحمد أن وفقتنا لختم كتابك اللهم لك الحمد أن وفقتنا لختم كتابك وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم إنا نسألك بختمنا لكتابك في هذا الشهر المبارك أن تجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، اللهم اجعله شافعا لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله شافعا لنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وأحينا على التوحيد والسنة، اللهم وأحينا على التوحيد والسنة، واقبضنا على التوحيد والسنة. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرفها على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة
اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم قنا عذابك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم واحشرنا في زمرة المتقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هموم المهمومين، وفرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم بواسع رحمتك وأدخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطواعين، لك أوابين، إليك مخبتين. اللهم واسلل سخيمة صدورنا، اللهم واسلل سخيمة صدورنا، وتب علينا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك، اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، نسألك في هذه الليلة المباركة ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم وزينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إله الحق، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب، اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب، اللهم قاتل المشركين، اللهم قاتل المشركين الذين يصدون عن سبيلك، الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك وشديد نقمتك، فأنت أشد بأساً وأشد تنكيلاً. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين، اللهم واشف صدور قوم مؤمنين، اللهم واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم وآمنا في دورنا وأصلحنا.
وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ولِّ عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم حرِّر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين، اللهم حرِّر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين، اللهم إنهم طغوا وتجبَّروا، اللهم إنهم طغوا وتجبَّروا، وما لعبادك إلا أنت، وما لعبادك إلا أنت. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم واشف صدور قوم مؤمنين، اللهم واشف في اليهود صدور قوم مؤمنين، يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم إنا في هذه الليلة المباركة قد اجتمعنا في هذا المقام المبارك نرجو رحمتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. توجهت إليك قلوبنا، توجهت إليك قلوبنا، توجهت إليك قلوبنا، فارحمنا رحمة من عندك تغنينا عمن سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا عمن سواك، من لنا سواك فندعوه، ومن لنا رب سواك فنرجوه. اللهم لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اعترفنا بذنوبنا، اعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق ذنبنا، لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وختمتنا، اللهم تقبل منا صالح العمل وتجاوز عن التقصير والزلل يا رب العالمين. اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم وأعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة ونحن بصحة وعافية وإيمان يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا من بابك مطرودين، لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.